السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. وحشتوني كتير 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 كتير. النهاردة جولة جديدة في مؤسسة حرب للمفروشات، عايزة اقول لكم فيها عروض حلوة قوي قوي قوي، علشان كده قلت اصورها لكم ويلا بينا مع الجولة. تحفة تحفة جميلة. كام في كام؟ 220 في 240. الوانها حلوة قوي. في منها النبيتي، البني، ممكن حد الاسود. يفردها قدامي عشان البنات تشوفها. دي اول واحده بنات النبيتي. معلش نقوله تاني، استاذه نرمين عامله كام؟ 275 لبس المتابعين القناه. 275 275. التانيه بني، حلوه قوي يا بنات. 275 ده مش فلوس. اللي بعدها ودي بطانيه حفر ليزر. حفر ليزر ماركت ايه؟ جولدن هاوس. جولدن هاوس تمام. طب نشوفوا الاطفال. عندنا بطاطين اطفال اللي تمجوز من اول 430. طب اتنين مع بعض 430. بصوا يا بنات اهي الاشكال كلها، عايزه اقول لكم حلوه قوي. خامه تحفه جميله جدا. عرض كام في كام؟ 180 في 240. نقوله السعر تاني. البطاطين تبدا معاكي من اول 430 جنيه. من اول 400 لحد ماكسيمم كام؟ 540. 540 تمام. دي نانا؟ لا دي اصلان. اصلان اصلان 5 كيلو. اصل بصوا يا جماعه، بصوا الحفر بتاعها، بصوا بارز ازاي، بصوا عامل ازاي، بصوا بارز ازاي، بصوا باين قوي يعني جميله وملمسها حلوه قوي. الوانها التركواز والموف والاحمر والنبيتي والتركواز، بصوا الوانها احلى من بعض. عامله كام دي؟ 375. 375 تمام. اللي بعديها دي ماركت ايه؟ جولدن هاوس. برضو جولدن هاوس. دي اصلان ودي جولدن هاوس. اه سوري معلش انا اللي اتلخبطت يا بنات. دي كام كيلو؟ في منها الثمانية والسبعة والستة. تمانية وسبعة وستة. طب نقوله رينج اسعار كده. عاملين عرض على الستة كيلو هيبقى بتلتمية خمسة وتسعين. دي لمتابعين القناة. بص انا ظبطاكم، انا ظبطاكم. يلا بينا بقى، ما تنسونيش في اللايك والشير يا بنات، الواحد بيتعب، دعموني عشان اقدر اكمل. دي عاملة كام كل المجموعة ديت؟ لا مجموعة الستة كيلو هنعمل عليها عرض لمتابعين القناة. تمام. دي عاملة كام؟ دي كام كيلو؟ دي التمانية هتعمل 495. 495 ماركت ايه؟ جولدن هاوس. تمام. بصوا بنات الوانها هيت، دي اللي جايه على بني، ودي نبيتي في بني، ودوت نبيتي كده في فروز. ديت الوان ميكس حلوه قوي. عشاق الموف. ديت نبيتي حلوه قوي برضو. تعالوا طب هوريكم بقى حاجه تانية. عندنا مصنع جديد اسباني اسمه برشلونة، عاملين عليه عرض جامد جدا. 9 كيلو كل المجموعة دي. بصوا يا بنات كل المجموعة اللي الكاميرا ماشية بيها دي 9 كيلو بخمسمية وتسعين جنيه. 590 جنيه. الاسعار دي عادية ولا المتابعين القناة بس؟ متابعين القناة بس. يعني يا جماعة اللي هيجي ويقول انا من متابعين مشاوير شيماء حداد، الاسعار دي بتاعته تمام؟ يعني قولوا لاصحابكم بقى واصحاب صحابكم كده، يعني ظبطوا الكلام. وهنعمل عرض برضو عشان الاستاذه شيماء، السبعة كيلو من برشلونه هتعمل 450 جنيه. 450 جنيه. نقولوا العنوان تاني ونفكر مشاهدينا. شارع 30 متفرع من شارع 45 العصافرة قبلي، بجوار مطعم ابو كمال، خامس عمارة. تمام. ديت اللي هي التايجر ديت، واللي جنبيها دي مورا الاسباني، عاملين عليها عرض بدل 585 هتنزل 480 جنيه. 480 يا بنات. 480 تمام. بصوا الوانها
الوانها حلوه قوي. في حاجه تانية يا استاذه مريم؟ موجود معانا بطاطين اصلان. بصوا يا جماعه المعرض بصراحه مليان واشكال جميله جدا، تعالوا نشوفوا اصلان. متوفر منها 9 كيلو وال8 وال7 وال6، جميع تشكيله اصلان الجديده موجوده. تمام. بصوا يا بنات، طب نقولوا اسعار. عاملين عرض 9 كيلو 610. ديت 9 كيلو بنات الموف والبني والجنزاري وموف برسمتين تاني. والموف اللي هي برسمتين. بصوا هتلاقوا كل الاذواق، في اللي بيحب الحاجات السيمبل هيلاقيها، واللي بيحب الالوان الصرخه برضو هيلاقيها، والالوان كلها بصراحه جميله. بصوا يا جماعه الحفر باين جدا جدا، تحفه بصراحه، يعني انا حاسه ان هي لوحه مش بطانيه، جميله جدا. بصوا الحفر بارز جدا، يعني ما شاء الله حلوه قوي، واسعارها كمان لقطه جدا. تعالوا افرجكم على الوانها واحده واحده كده جماعة. متوفر كمان اونلاين، اللي عايز يعمل سكرين ويبعت ويتصل بالمحل عندهم خدمة توصيل، وممكن ان هم يوفروا لكم الحاجة اللي هم عايزينها، اللي انتوا عايزينها. سوري، وهصور لكم كمان الكارت. متوفر بطاطين 12 كيلو و10 كيلو. متوفر بطاطين 12 كيلو و10 كيلو. انا بصور بالراحة بنات علشان خاطر اللي عايز يعمل سكرين لحاجة يعملها. على هنبتدي منين؟ بصوا بنات احنا هنا هنبتدي، عندنا اطقم سرير بتبتدي من سعر كام؟ 85 جنيه 5 قطع ان شاء الله. كام؟ 85 جنيه. انا مش مصدقه السعر، بسالها تاني. 85 جنيه يا جماعه. بصوا مصر العمريه قطن، ده سرير كبير؟ ده سرير 5 قطع. في الوان منه كتير. بصوا يا بنات التشكيل بتاعه الوانه كتير، في منه 3 قطع، في منه 3 قطع. عامل كام؟ 75 جنيه. 75 جنيه. وفي المجد تركي، وعشان الاستاذة شيماء هيبقى 135 جنيه متابعين القناة. لا 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 مش مصدقة، ده حرق كده اسعار. طيب والاطفال؟ 165 جنيه برسومات 3D. المجد يا بنات، المجد مش اي ماركة تانية. تمام، تعالوا نخشوا على الطقمة. بصوا بقى الاسعار هنا بتتفاوت يا بنات. عايزة اقول لكم ان الخيش طالع موضة السنة دي، حلوة قوي العرايس. نبدأ باسعار رينج ايه كده، من كام لكام؟ من اول 130 جنيه. من اول 130. انا عامله بالراحه، بصور بالراحه بنات علشان خاطر اللي عايز يعمل سكرين لاي حاجه، احنا قلنا في خدمه توصيل اونلاين، اتصلوا بالارقام اللي احنا مليناها لكم، والمحل هيبعتها لكم شحن. وبنوه تاني ان في اسعار خاصه لمتابعين القناه. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. حلو قوي بنات الطقم دوت. في حاجة تركي موجود؟ طيب ممكن توريها لنا برضو؟ ده طقم سرير ولا كوفرتا؟ طقم سرير. طقم سرير يا بنات، بصوا انا اتخدعت فيه من جماله وبحسبها كوفرتا. بجد شغل واو واو واو، يعني شغل جميل جدا.
بصوا يا بنات الطقم ده حلو قوي. اللي عايز يعمل سكرين ويبعت هقول لكم العنوان تاني، وهقول لكم ارقام التليفونات تاني. ده رينج الاسعار الوسط، هتلاقيه ب185 جنيه وفيه ب230 جنيه، وبرده حاجه خامتها اوبن. يا جماعة الموديل بألوانه، الموديل ده بألوانه، الموديل ده بألوانه. هي جت بس معانا كده ان الاتنين مستر ده جنب بعض، والاتنين فوشيا برضو جنب بعض. معلش. بصوا بقى بنات اللي كانوا العرايس اللي بتحب الحاجات المميزة، الطقم دوت اللي هو في الكرتونة الخشب مفرو الصيفي يبتدي معاكي من اول 100 جنيه. ممكن نشوفه حاجة معروضة؟ بنات انا بصوا بصور لكم المفارش كمان الجبلان اللي هي بتاعت السفرة اهيت فوق. المعرض فيه كل حاجة، اي حد عايز اي حاجة هيجي هيلاقيها ان شاء الله. ديت المفارش الجبلان، وهقول لكم اسعارها دلوقتي. مفارش الجبلان عامله كام يا استاذه مريم؟ 300 جنيه المفرش السفره طبقتين. طبقتين. وفي المفارش كمان الجبير عايزه انوه واقول لكم احنا زي ما قلنا استاذه مريم قالت في خصم 30% لمتابعين القناه. فرش الصيفي عامل كام ده؟ 100 جنيه. لا بجد المفرش ده بنات عامل 100 جنيه. انتوا بصوا اساسا، بصوا التقفيل اساسا بتاعه عامل ازاي. انا هفتحه لكم لاني عندي فضول اعرف الخامه ايه. لا بجد تحفة، واو بجد واو. حرق أسعار؟ لا يعني مؤسسة أستاذ حربي، لا بجد بجد عاملين حرق أسعار. في حاجات تانية؟ أي موديل 280 جنيه بدل 350 جنيه. أي موديل 280 جنيه ب280 بدل 350. بصوا انا هجيبها لكم من فوق الاول. جماعة الاسعار ديت مش عند اي حد بجد، الاسعار ديت علشان خاطر القناة. ياريت زي ما انا بتعب وبحاول ان انا اجيب لكم اسعار بالشكل دوت ان انتوا تدعموا القناة علشان اقدر اكمل معاكم. في حاجة تانية يا استاذة مريم؟ تعالوا بنات هوريكم المفارش الصيفي عاملة ازاي. ده عامل كام؟ رينج كام الروز ده؟ 415 خمس قطع. 415. ده عبارة عن ان القنار هيبقى ستان، والخامة زي ما انتم شايفين كده فيها شغل، واتنين خددية ستان واتنين خددية بيكا. القفايد تحفة تحفة تحفة، وكمان الرسمة بتاعته هي اللي على السرير. ده عامل كام القفايل؟ هنعمل عليه عرض في اخر الفيديو ان شاء الله للأستاذة شيماء. ده بقى نسميه مفرش سرير، نسميه درابية، نسميه حاجات كتير. تحفة تحفة تحفة. مفرش صيفي ستان كامل اربع قطع. ده بديل للدرابية، شغل اسباني، بيبقى فيه منه كذا لون وكذا شكل. واللي بتحب الحاجة هادية سيمبل،
تحفه يا جماعه، تحفه تحفه. المفارش الصيفي حلوه قوي، الماتريال عالي جدا، والاسعار بجد حرق يعني. لا الاسعار بجد، انا بشكركم بجد ان انتوا عملتوا كده علشان القناه عندي. بنات بشكركم، طولت عليكم الفيديو معلش، بس عايزه كنت اجيب لكم كل حاجه في المعرض، واشوفكم ان شاء الله في جوله جديده وباسعار برضو حر، وان شاء الله استنوني في الجوله الجايه. مع السلامه.